بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج ديوان إثراء، اللي دائما ما نؤكد على أهمية المناسبة اللي من خلال دائما نختار موضوع على أثر هذا الموضوع نبدأ نقاش حلقتنا. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم. اليوم راح نتكلم عن موضوع أيضا متصل في رمضان، وهي مواضيعنا رغم اختلافها ولكن موضوعنا راح نتكلم عنه بالضبط، اللي هو صلة الرحم زائد بر الوالدة. لا شك مشاهدينا الكرام ان في هذا اليوم لما احنا نركز على أهمية هذه المواضيع في رمضان هي مناسبة لرمضان، ونعلم ان القضايا هذه ايضا تصلح في خارج رمضان وايضا قبل رمضان، ولكن في النهاية احنا نحاول نذكر لعل ان شاء الله الذكرى تنفع المؤمنين. الان خلوني ارحب بضيفي الكريم استاذ حسان نحلاوي، حياك الله يا هلا ومرحبا فيك، وانا سعيد في هذا اللقاء. حياكم الله، احنا اسعد لك استاذ، الله يحفظك. شيخ منور الشمري حياك الله، وانا سعيد في هذا اللقاء. يا هلا والله ابو صباح. شيخ عبد الرحمن الحشاش يا هلا مرحبا فيك، حياك الله وصباح بارك الله فيك. دكتور سليمان دريع الساعه المباركه يا دكتور، حياكم الله وعليكم السلام. اذا مشاهدينا الكرام خلونا ناخذ هذا الفاصل القصير وبعدها ان شاء الله نكمل حلقة. شهر رمضان شهر الرحمة وشهر فضيل، الواحد يعني مو بس بشهر رمضان انك تتواصل مع ارحامك، لكن الواحد يحاسب ذاته في شهر رمضان اذا كان زعلان ويا ياره ويا اهله ويا جماعته ويا ارحامه. وبرمضان يعني انت جاي ابواب الجنه تنفتح فيه والشياطين مربوطه فيه، يعني يفترض انك شنو تقوم بالعادات الحميده، وانها تقوم توصل ارحامك وتشوف خالاتك وعماتك اللي ما كنت يعني تشوفهم الا بالزواره، لا الحين لازم تواصل ولازم تروح المستشفى عياده المريض، تعود لك مريض وتروح المقبره وتصلي على الميت وانت صايم. يقول لك هذه من صفات اهل الجنه. نعم، شيء مهم جدا، وانا في هذا الشهر احاول اذا كثر الصلاه بالرحم من مواد الافطار تكون والعزائم اللي تستوي، وهذا شيء جميل جدا نتقارب هذا الشهر وان شاء الله نستمر حتى من بعد شهر رمضان. صلاه يعني رمضان ما يخلي احد يعني كل الناس تتقرب من بعض، سواء اخوان خوات عمام خوال، فرمضان فرصه ان الانسان يكون واصل ويا صلاه رحمه. يعني هذا شيء، هذه ميزه من ميزات رمضان، ان الواحد يكون مجتمع وقاعد ويا السفره ويا اهله كلهم. بالعكس، لا صله الارحام يعني انك توصل عمانك توصل خوالك توصل كل اللي لهم حق عليك، منها اجر ومنها وصل وتعرف. جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم وكل عام وانتم بخير. حياك الله ابو معاذ، واحنا سعداء في هذا اللقاء، كل عام وانتم بخير. انتم بخير، الله يحييكم. بدايه لا شك بان صله الرحم زائد بر الوالدين احنا نعلم بانها هي ليست فقط في رمضان، قبل رمضان وبعد رمضان، ولكن احنا بنذكر ان شاء الله يعني نستفيد، وان شاء الله ان انتم ان شاء الله بعلمكم الله يجزاكم خير اكيد راح تثرون هذه الحلقه. فبدايه مقدمه عامه عن صله الرحم زائد بر الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. بلا شك صلة الرحم من أهم المواضيع اللي تطرح في رمضان وفي غير رمضان، ودائما جزاهم الله خير المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل يعني حريصون على هذا الموضوع، لأن اليوم نحن في زمن الشهوات وزمن السوشيال ميديا وتغير النفوس وتغير الطبائع، فانقطعت كثير من صلة الأرحام، وهذه والله مشكلة كبيرة. والله عز وجل في كتابه الكريم تكلم عن هذا الموضوع فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لما خلق الرحم قامت فتعلقت بالعرش، فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلة الأرحام هي من أعظم الأمور التي توصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد أدركنا رمضان،
فصام الناس نهاره وقاموا ليله وكثير من العبادات والطاعات واجتهدوا، هل من المعقول تجي عشان والله خصومة بسيطة ولا أمر تافه بينك وبين واحد من أرحامك ولا واحد من اللي يعزون عليك تقاطع زين؟ والأجور هذه اللي سويتها والطاعات اللي تقربت فيها إلى الله عز وجل وين راحت؟ تذهب هباء منثورا؟ أيضا هذه صلة الرحم أيضا من الأمور التي فيها أجور عظيمة ورتب الله عز وجل فيها الحسنات الكبيرة. طيب هذه صلة الرحم إذا كان ولد عم ولا ولد خالة ولا، طيب فكيف إذا كان أبوين هما كان سبب وجودك بعد الله سبحانه وتعالى؟ فهل من المعقول بعد هذه المجاهدات من الطاعات والعبادات أن الإنسان يقطع والده ووالدته؟ وأعرف ناس كثيرون هداهم الله عز وجل يمكن ما كلم أبوه أمه شهور بل سنوات، وعلى ماذا؟ على أمور تافهة. فالإنسان يحرص بعد هذه الطاعات التي أكرمك الله بها ومجاهدات النفس ممكن أن تصل أرحامك. جواك الله أبو معاذ. أبو عبد الله كل عام وأنت بخير، تقبل الله طاعتك. أيضا بتكلم على بر الوالدين وصلة الرحم. الحمد لله دعانا لدعائه وتوعد لنا بإجابة الدعاء، فسبحانه من رب غفور شكور يجزل على قليل العمل كثير الأجر والثواب. وأصلي وأسلم على خير من صلى وصام وعبد ربه حتى أتاه اليقين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين. هل تريد الخير أم لا تريد لنفسك؟ أكيد نعم. إذن صل رحمك ليصلك الله لكل خير من خير الدنيا والآخرة. قاعدة بسيطة تختصر، إن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما خلق الله الرحم التزقت الرحم والتفت حول العرش وقالت هذا مكان العائذ بك، تخاطب ربنا سبحانه وتعالى. فماذا هو الوعد الذي نطق به الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى؟ هل يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اليوم نسمع حالات كثيرة، وين ما أروح وين ما طقها عوية. راجع نفسك، راجع علاقتك مع ربك، راجع مع نفسك، هل تريد أن تصل إلى كل خير أم تريد أن تحرم ويوصل الله سبحانه وتعالى لك كل شر لأنك قاطع بسبب قطيعة الرحم وصلة الأرحام. فصلة الأرحام لا نستهين في أمرها، ممتاز. لربما نرى العبادات وخاصة في شهر التقيير فرصة الخير، يا أخي ما أصوم لله كما يريد الله مني أن أصوم، لا أقرأ القرآن، فلان ختم وختم، أنا أريد أن أختم ما أستطيع، ما هو الحرمان الحقيقي؟ وإذا تفتش نفسك وتفتش قلبك تجد عندك بعض الذنوب التي تحرمك كثير من الأجور، ومن أهمها ماذا؟ صلة الرحم وقطيعة الرحم. ولا شك أن بر الوالدين والأمر بالوصية للتعامل في الخير الوالدين ارتبطت بتوحيد الله وبكفر الله في القرآن العظيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل قال بعدين بالصلاة والصيام؟ قال وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتروا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى ربط توحيده الذي هو مفتاح دخولك الجنة يا عبد الله ويا أمة الله ببر الوالدين. فإذا كنت من البارين فأبشر بالخير وأنت ستقبل منك باقي حسناتك كالصلاة وغيرها. وأما إذا كنت من العاقين وأبسط العقوق، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لما قال ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، طبعا في الكبر يزاد الأثر ويزاد الأمر عليك يا عبد الله أن تبرهم، قال لا تقل لهما أف، هي أبسط حركة تخرج منك أيها الإنسان، لم تحرك لسانك ولا شيء، فقط الشفتين أف، كناية على أن لا تستهين بجميع الأوامر والتعامل مع الوالدين ويسجل عند الله أنك ماذا؟ من العاقين. فعليك أن تبرهما ولا تقل لهما أف، أي لا تعي، لا ترفض لهما طلب، لا تذهب وهم غضبانين، لا تفارقهم وأنت في مجلسهم وأنت ماذا؟ شايلين في خاطرهم عليك، ما سويت اللي في خاطرهم عليك. أف كلمة بسيطة لها معاني كثيرة، منها هذه المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من البارين الواصلين لأرحامنا. حياك الله يا برو أحمد. وأنا سعيد في هذا اللقاء. حياك الله دكتور، بارك الله فيك.
وحقيقة الله يجزيهم خير مشايخنا يعني يتكلموا بهذا الكلام الطيب المبارك حول صلة الأرحام وبر الوالدين. من فضل الله علينا في مجتمعنا بالذات أننا من أول يوم يهل علينا الشهر كل واحد يقول حق الثاني مبارك عليك الشهر، والبعيد والقريب، وكل من يدز الرسائل تشوف التلفون مليان من الرسائل كلها تهنئة بشهر رمضان، والدواوين اللي كانت مغلقة انفتحت في رمضان، والصلات اللي كانت مقطوعة انفتحت في رمضان. فمن فضل الله عز وجل علينا في بلدنا إن حنا من أول يوم من شهر رمضان تأتيك الرسائل من كل مكان، الدواوين تفتح، الصلات بدأت الآن المقطوعة تتواصل، الدواوين انفتحت، العوائل تجتمع، وخاصة ليالي رمضان تعمر البيوت تبارك الله بالزيارات والغبقات والجلسات. فيصبح المسألة يعني حتى لو في قلبك شيء شايلة على فلان روح له يا أخي في الاجتماع مع الناس، والناس يسلمون سلم وياهم خلاص راح ينتهي كل شيء، ولا تخلي مجال للشيطان أن يجعلك يقول لك والله فلان تكلم فيك ليش تروح له، فلان بينك وبينه هالسالفة ليش تروح له، لا يا أخي روح له، حتى والدينك أقرب الناس إليك روح لهم ووصلهم من أول يوم في رمضان لا تخليهم، لأن زيارة الرحم وصيلة الأرحام والله بركة من الله عز وجل، وهذا أمر أنا بحياتي شفته كيف يبارك الله عز وجل في حياتك. ومثل ما ذكر أبو عبد الله يقول والله وما طقها عوي، ما طقها وما طقها عوي، شوف علاقتك مع والدينك أول شيء، شوف علاقتك مع أخوانك، شوف علاقتك مع أرحامك، دين ووفا أبو أحمد، البر والصلة دين ووفا، تعطي يعطى لك، تمنع يمنع لك. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. شوف تبي بسط الرزق وتبي أن تذكر في أجيال وأجيال من بعدك، وصل الرحم، بس وصل الرحم. وأنا ودي أذكر قصة بس ما أدري والله ما ودي أخذ وقت، لا لا, لا, لا عادي عادي، لا بالعكس إحنا في ديوان عادي خذ راح. شوف يعني بسط الرزق حلو. والله واحد يقول أنا عندي أمي كل يوم أزورها وأنا على قد حالي، عنده سيارة يقول عنا قرنبع هذه كلش يعني يا الله تمشي، اليوم تشتغل باشر تطفي ما تشتغل وياه، وقطع غيار قديمة وأبد، يقول أنا والله كل يوم أزور أمي وأقعد عندها. يقول ذاك اليوم أنا زاير أمي وقعدت وياها بعد صلاة العشاء، وكانت أختي جاية، جلسنا وشربنا شاي وكذا عند أمي، فأمي قاعدة تقول حق أختي ما شاء الله هالجنطة اللي عندك حلوة، إيش زينها من وين؟ قالت له والله المحل الفلاني في المكان الفلاني. إيه كم سعرها؟ حلوة خوش جنطة زينها. قالت له والله سعرها كذا. يقول أنا قاعد أسمع الكلام وقاعد أرسم، يقول أمي لها خاطر بهالجنطة وعرفت المكان الحين أنا. يقول سكت كأني ما سمعت شيء. اليوم الثاني يقول والله رحت حق المحل نفسه وشفت الجنطة هذه كنت مصورها بالتلفون، ورحت وحق المحل قلت له عطني هالجنطة وعارف سعرها، أخذت هالجنطة هذه اليوم الثاني حطيتها بكيس وكذا وسلمت على أمي حبيت رأسها، قلت لها يمه جايب لك نقصة اليوم. افتحتها شو تقول الله ايش دركنا بهالجنطة هذه وايش درك عنها انت، تصدق كان ببالي امس، هي ما تدري ان قاعد يسمعه الكلام كله. يقول دخلت عليها فرحه يعلم الله فيها، يعني ما تسوى المساله هي، يعني جنطه مو ذاك السعر. يقول والله دششت عليها فرحه يعلم الله فيها، كانت تقول يا الله الله يفتح عليك الخير، يا الله يفتح عليك الخير. قلت دعت لي امي أي. وانا انصح اي واحد عنده ام عنده ابو موجود اطلب منهم الدعاء، والله دعاء الوالدين ترى مستجاب. اذا عندك امور معصلقه كلش ها بس روح والله واطلب الدعاء من امك وابوك وشوف البركه شلون تيك. هذا حديث صحيح، حديث صحيح، ثلاثه لا ترد دعوتهم، دعوه الوالد لولده ودعوه الصائم ودعوه المسافر. نعم حديث صحيح. من النتيجه يعني العطل بقول لك اياها النتيجه الختام. شوف انا بقول لك النتيجه الحين،
بعد ما دعت له. بعد ما دعت له يقول أنا والله أمي دعت لي استأنست أنا ومريت. يقول بعدها بيوم ولا يومين فإذا بأحد الأسواق المركزية يتصلون فيني قالوا أنت فلان؟ قلت لهم إيه نعم. أنت بطاقتك المدنية رقمها كذا كذا كذا؟ قال إيه والله إيه نعم خير إن شاء الله. قال أنت شريت أغراض بالتاريخ الفلاني وكان في سحب على سيارة سوبربان. سبحان الله. وسحبنا الورقة وطلع اسمك أنت فايز بالسيارة. لا إله إلا الله. سيارة قيمتها 15,000 دينار. ما شاء الله. يقول والله هذه ما أظن إلا من بركة دعوة والدتي لي. استجابة الدعوة. يمكن هذا من عطى من رخاء يعني في جانب. الأعجب منها في شخص يقول كانت بنتي تعالج وكانت عندي مراجعة بكرة منطقة دولة يعني هو بالمملكة العربية السعودية فقال ما عندي إلا 10,000 ريال. يقول اتصل علي أبوي قال يا ولدي أبي 10,000. يقول فكنت في ضيقة الآن بنتي وبكرة دخولها على المستشفى الدكتور وكذا وكذا ولا الوالد. وكانت المرأة صالحة قالت عطوا أبوك وربك يفرجها. قال فعطيته وصليت الفجر من ضيقة قمت أدوج في المنطقة في الحواري فصليت الفجر المسجد. يقولون له هذا واحد أقل من ساعات أنت وينك دورك لك 20,000 عندي لو غيبهم. قال أقل من ساعات وعاطي من ضيقة وحط بس قلت دام أبوي طلبهم بعطيهم يا. يقول والله عطانيهم. قال أنا لهم أكثر من شهر عندي بالسيارة بس بعطيك ياهم أنت وينك. سبحان الله. فسبحان الله. يعطيك العافية أبو علي ما قصرت. إحنا مستمتعين بالحوار. صحيح. أكيد لك مداخلة على أي من الموجودين من المشايخ. لا بتعقيب عام أن فعلا من أبرز معالم ديننا صلة الرحم. لا. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتاب هرقل يدعوه إلى الإسلام قال شوفوا في أحد بالعرب موجود بسوقنا فلقوا أبو عرب أبو سفيان ومع ربعه أي. فقال منو أقرب واحد فيكم نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. فقال سوف أسألك عن هذا شنو يدعوكم إليه؟ قال يدعونا إلى عبادة الله وحده وإلى أمور ذكر منها وصلة الرحم. فأبو سفيان شاف أبرز ما يدعو إليه النبي قال صلة الرحم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما وصل قال يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه أول 3 أوامر أمرهم بها أيها. النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخلاق كما قال النبي إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق كانت موجودة حتى عند العرب قبل الإسلام. حتى وصية النبي في أواخر حياته قال والأرحام وهو في مرضه يحتضر صلى الله عليه وسلم أتى بموضوع الأرحام حتى يبين عظمة هذا الأمر وعظمة هذه القطيعة. صحيح. وصيكم بالأرحام أن تقطعوها حتى قبل الإسلام. دليل المعلقات السبع أي. كلنا نعرفها من أصول المعلقات السبع والشعر عموما عند العرب أنه يبدي بغزل. حتى كعب بن زهير لما قال قصيدة أمام الرسول أيضا بداها بالغزل. المعلقات السبع كلها بادية بالغزل إلا معلقة واحدة معلقة هند حينما سأل هذا اللي كان ذهب إلى فقال منو أبر الناس شفت واحد أبر بومة مني؟ قالوا نعم فلان. فقال راح أروح له وخلي أمي تامر على أمه عشان يكون هو الوحيد أبر الناس في العرب يعني. فلما راح وسمع هذا واستقبله فسمع أمه تصيح يعني تنادي عليه إن يعني إنها واذ الله على طول طلع السيف وقص راسه. أن مجرد أن أمه بس تأذت وأنها تستنجد فيه أن أحد ذلها فعلى طول قص راسه وقال قصيدته اللي ما بداها في الغزل. قال ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقيهم حمور الأندرين إلى آخر القصيدة. لكن من جمالها حطوها في المعلقات. لكن هذا دليل على أن العرب حتى قبل الإسلام نعم كان كانت عندهم حتى الحيوانات اللي بار والدينا له مكانة. الذئب يسمونه البار بأبيه. فكان سبحان الله إذا كبر والدينا وهو يقطع اللحم ويعطيه. كان بالكويت قبل هذه قصة غريبة يعني كان في شخص شغلته صيد الذيابة لتأذي الناس. فقالوا له في ذيب يأكل غنم هناك ومؤذيهم. يقول فراح المكان وتتبع أثر الذيب حتى وجده يقطع اللحم وعنده ذيب شايب طايح ضروسه فيقطع ويعطيه.
فيقول اي والله فشوف بره بوالدينه يقول قال والله ما اذبحه ما دام هذا بره الذيب بوالده الكبير بالسن يقطع اللحم ويعطيه تركه. فاذا كان هذا معامله مخلوق لمخلوق نعم. فكيف معامله الخالق مع المخلوق اذا راى منه البر الصادق مع والدينه؟ ابو احمد انا ودي اتكلم على موضوع الزوارات. لا شك أن يعني الزوارات هي أيضا توطط العلاقة وخاصة إحنا في رمضان يعني شهر خيرات. الزيارات نبي نتكلم عنها بشكل عام يعني. والله حنا بحمد الله عز وجل مثل ما ذكرت أن حنا الزيارات عندنا معروفة زيارات رمضانية يعني حتى بعد الكورونا كثير من الناس دواوين سكرت وكثير من الناس تقاطعت بسبب وجود هذا الوباء اللي انتشر وغيره فأصبح كثير من الناس ما يتواصلون. لكن في شهر رمضان تبارك الله تشوف الناس اللي من زمان ما شفناهم ودواوين مفتوحة وطول الليل الناس قاعدة والتزاور بعد التراويح كل من يروح يزور العائلة الفلانية ويزور عمتها ويزور خالتها ويزور أهلها ويزور جماعته. فهذه فرصة لنا إن حنا ما نخلي هذا الباب يتسكر في وجهنا لأن هذا باب خير عظيم يأتي إليك من الله. أنت قاعد تواصل أرحامك معناته أنك قاعد تتصل بربك سبحانه وتعالى عندما استنجدت يعني الرحم بالعرش وقالت هذا معاذ هذا مقام العائذ بك من القطيعة هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ألا يرضيك؟ قالت بلى. خلاص ومثل ما ذكر أخونا أبو معاذ في البداية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أنا من شفت سبحان الله الفساد في الأرض جميع المفسدين تقريبا يجتمعون في شيء واحد أول شيء قاطع رحمه شوف السارق شوف اللي تعاطى شوف شارب الخمور شوف اللي قاعد يسرق ترى قاطع رحمه أول شيء بدأ فيه قاطع رحامه لا له علاقة في أبوه ولا في أمه ولا في أهله ولا في عشيرته لأن لو كان واصل وياهم والله ما يتجرأ إنه يفعل هالأفعال الشنيعة اللي وصلتها. لذلك الله عز وجل قال تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كواك الله يا أبو أحمد. الآن أيضا أبو معاذ على نفس الموضوع زيارات أيضا لها يعني طابع خاص العادات والتقاليد عندنا بالكويت أيضا بالدول العربية. نبي نتكلم عن موضوع الزيارات. رمضان سبحان الله شهر التآلف شهر المحبة شهر المودة شهر صفاء القلوب وهذا كله وين يجتمع في صلة الرحم والتزاور في رمضان. والحمد لله سبحان الله هذه الديرة وممكن هذه العادات والتقاليد في جميع دول المجلس التعاون في رمضان تكثر أكثر على موائد الإفطار ونفس ما قال الشيخ الله يحفظه الدواوين مفتوحة والبيوت الأقارب والأرحام مفتوحة. عندي واحد من الشباب سبحان الله ذاك اليوم قاعد يسولف معاي فيقول لي يا أخي أنا برمضان لما يجي رمضان كل الناس تستانس أنا يضيق خلقي. قلت له ليش؟ قال لنا كل الناس سبحان الله ملمومين على بعضهم على موائد الإفطار على الزوارات. قلت زين وأنت؟ قال أنا صلي سنين ما حد يدري عني ولا أنا أدري عنه. الله. قلت زين ليش؟ قال سبحان الله من زمان في عندي مشاكل مع الوالد والوالدة بعدين الوالدة انفصلت عن الوالد الوالد سكن بروح الوالدة سكنت بروح أختي عند الوالدة أنا بروحي. قلت يعني في خلافات؟ قال لي في خلافات أسرية. قلت له يا أخي أنت بادر ورمضان الحين فرصة كبيرة روح أطرق باب أبوك باب أمك. قال والله حاولت مرة ومرتين بس قاعد أشوف أن في صدود منهم. قلت له لا تمل مرة ومرتين وثلاث أكيد قلب الأب والأم راح يحن عليك. فالآن فرصة فعلا لكل من قطع أرحامه لكل من يعني حاس بجفوة بينه وبين أرحامه الآن فرصة للتزاور فرصة لتجديد العلاقات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال هذا إذا كان أخوك المسلم فما بالك برحمك بقريبك. فأنت من تبادر. قال وخيركم من يبادر. أبو معاذ حفرت هذه الحادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يشتكي قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم
ويسيئون إلي. فقال حق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كلام يعني؟ يقول أنا أواصلهم ويقطعوني، أنا أحلم عليهم ويسيئون إلي، يعني حتى أروح لهم يسمعوني كلام ما أبي أسمعه. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول لكأنما تسفهم المل، أنت كأنك تأخذ الدم والرماد الحار وتضعه في فمهم، أنت منصور بإذن الله وأنت الحق معك وأنت أديت الواجب اللي عليك. فإحنا ما نقول والله نعامل الناس بمثل ما يعاملوننا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ. أنا والله ما يقول فلان قاعد يزورني ليه خلاص راح أزوره، فلان وجبني إيه راح وجبه، فلان عزمني ذاك اليوم إيه راح أعزمه لازم أعزمه، ما حضر عنده عزيمتي ما أحضر وما حضر عرس ولدي لا ما أحضر له، فلان ما جاني في الموجب الفلاني أنا ما أجي له. صحيح. يبي يعامل الناس بالمثل. لا يا أخي لا تعامل الناس بالمثل، الإسلام يعلمك على أنك أنت تكون مبادر، ما تكون مرآة للغير، مرآة للغير يعني. أيوة. نوقف عند المبادرة نأخذ فيها فاصل بعدين نتكلم أبو أحمد. بارك الله قواك الله. مشاهدين كرام فاصل قصير بعدين نكمل إن شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بخير. ابو علي احنا وقفنا على موضوع المبادر، الله يجزاه خير، ابو احمد قال ان لابد ان الانسان انه يبادر في رمضان، يعني خلاص اكسر الحاجز الموجود عندك وانت يعني اللي تبادر. فاحنا وقفنا على موضوع المبادره خاصه في موضوع صله الرحم. صحيح، خاصه في اشياء تدفع الانسان الى ان يبادر. اذا عرف الحديث الصحيح الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل ما احب الاعمال الى الله قال إيمان بالله، على طول بعدها قال صلة الرحم، وقال أفضل الأعمال إلى الله أن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك. نعم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ليس شيء أعجل عقوبة للإنسان من قطعة الرحم من البغي وقطيعة الرحم، يعني ليس من الظلم، يعني أسرع عقوبة، أسرع عقوبة في الدنيا أي. من البغي الظلم. نعم. وقطيعة الرحم، والعكس ليس شيء أسرع ثوابا للإنسان. أيوة. من صلة الرحم. صلة الرحم. فكل هذه الحديث اللي يعرفها المسلم وهي حديث صحيحة يتركها، وهذا الأجر العظيم اللي ما فيه تعب، ما فيه إلا أنك تضغط على نفسك شوي. فالإنسان إذا حط هذه في كفة الأجر العظيم، وحط إثم قاطع الرحم في كفة كما قال النبي في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، ويقول أحد العلماء يحذر ابنه لا تمشي مع قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله، وهو في قوله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فهذا الذي يقطع رحمه ملعون في كتاب الله، مع أن الأمر ما في صعوبة وخطورة، بس أن الإنسان يتنازل عن اللي في نفسه بعض الشيء، وخاصة إذا كل ما قرب صلة الرحم عم خال أب الدرجة الأولى يعني شيخ. أي لما جاء رجل فقال، يعني أول شيء جاء رجل حق ابن عمر أي. فقال إني ارتكبت ذنب عظيم فشنو أسوي؟ قال هل لك من أبوين؟ قال نعم. قال فبرهم. ولما جت امرأة رجل أيضا قالت حق ابن عباس أنا تعلمت السحر وهذا من كبائر السبع من أكبر الكبائر لكني ما مارسته وبأتوب، قال لها هل لك من أبوين؟ قال فبريهم. فلما راحت قالوا حق ابن عباس من وين جبت هذا؟ قال لأن هذا الذنب العظيم سبع من السبع الكبائر شفت ما يوازيه من الحسنات إلا بر الوالدين، والله عز وجل يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذلك تعاظم الإثم، تعاظم الذنب، وتعاظم الأجر بالقرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما عدد الجيران والجار الجنوب والجار جاب القربة أن له ميزة أكثر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني درجات الجار، يعني درجات الجار يعني كأقرب لك أو يعني أيوة أن اللي أنت حقوق أولى بينك وبينك عليه وأولى أيوة أيوة. كذلك في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة.
صحيح. ولذلك في جميع الأمور مع صلة الأرحام مع أرحامك في الذنوب مضاعفة، ليس ذنب واحد، وكذلك في الحسنات تضاعف لك الحسنات. هذا صحيح. يعني مسألة مهمة. صحيح أحسن. والله يعني في أحد الناس عنده يعني واحدة من النساء حقيقة عندها أموال الحمد لله الله منعم عليها زكاة، وعندها أخت فقيرة وتستحق الزكاة، فقيرة مسكينة يعني ما عندها شيء اللي تنفق على نفسها، فكانت تسأل تقول يعني حق أقاربها ما عندكم أحد أعطيه الزكاة، ما عندكم أحد أوصل له زكاة مالي. فواحدة من قريباتها قالت لها يا فلانة أنت ما تعرفين أن أختك فقيرة ومحتاجة وتستحق الزكاة؟ قالت لها منو؟ قال أختك فلانة. قالت والله أنا فقيرة أعطيها يعني؟ قالت لها لك أجر الصلة وأجر الزكاة. أجر الزكاة مثل ما الأحاديث اللي ذكروها المشايخ الله يجزيهم خير، إنك لك أجرين، دور على القريب أول شيء لا تدور البعيدين. صحيح. أنت إذا لك يعني أقارب ومحتاجين الزكاة أو محتاجين الصدقة هذا الأولى. هذا الأولى صح، بدفع الصدقة لهم وبرا فيهم وصيلة رحم، ولك أجرك وثوابك عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. أبو علي في عندك مداخل؟ أي نعم تفضل. فهذا ابن عمر قال صلاة الرحم أي. مقابل الذنب العظيم اللي هذاك سواه، وهذا أيضا ابن عباس صلاة الرحم. طيب من وين تعلموها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال أنه أيضا ارتكب ذنب عظيم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من أبوين؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ على طول بعد الأبوين الخالة، ما قال العمة، حتى حضانة الطفل بعد الأبوين الجدة ثم الخالة. قال نعم. قال فبرها. يعني بر هذا مو بس بر الوالدين، حتى الخالة العمة هذول أيضا لهم مكانة وحقوق. ممتاز. كلمة طيبة هدية تكسب فيها أجر عظيم. ممتاز. الآن ودنا نسمع آيات قرآنية من شيخنا ومعاذ، دائما أنت تعطر مسامعنا، فياليت لو نعطي أيضا في رمضان وإحنا في أيام مباركة ياليت نسمع من صوتك الجميل. أبشر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يجزاك خير ما قصر. طبعا في اثنين اخذوك من مرة البرنامج ها اتفقوا صدق رسمي ها الحمد لله العشر الاواخر باذن الله. اسال الله يقويك. الله يبارك. شو اللي ودك تقول ايضا في موضوع اهميه صلاة الرحم؟ المشكله دكتور سالم الحين صارت قطيعه الرحم ما هي مقتصره على مثلا اسره واحده، قامت تتعدى الى اجيال، وللاسف الشديد بعض الان الامهات والاباء يمكن يوصي ولدنا لا تكلمون فلان، لا تروحون عند عمكم، لا تروحون عند خالكم، هذا يورث البغض والكراهية مو بس على جيل واحد، على عدة أجيال ذراري، وبما تأتي بعدين خلاص تصير إيش الأسر متفككة. فبالعكس المفروض الأب والأم ما يحرضون عيالهم على قطيعة الرحم والمساعدة في هذا الأمر، حثوهم على صلة الأرحام، علمونهم ما هو فضل العم وفضل الخال والخالة والعمة، لا يعني خلي عيالك حببهم في 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 التآلف في التراحم. اليوم الإنسان عزوته بمنه؟ عزوته بأهله بعمامه بخواله بعيال عمه بعيال خاله. فيعني هذه وصية الآن إنه فعلا الآباء والأمهات، يا أخي أنت عندك مشكلة مع أحد من أقربائك أو أنت عندك مشكلة مع أحد من أقربائك، ليش دخل العيال في الموضوع؟ بالعكس رغبوهم،
علموهم أن هذه أمور يحبها الله تبارك وتعالى، صلة الأرحام. صحيح، حتى بعض الناس يكون يبتلش يقول أنا والله بمشكلة، إذا زرت مثلا خالتي أو عمتي زعلت والدتي. نعم يا أخي، تقدر تجمع بين هذول الشيئين، ممكن تزورهم أنت بالسر، تحسن إليهم بدون لا يدرون أهلك، ممكن تحاول بأي طريقة تجمعهم، يعني تستعمل ذكائك، تستعمل أي طريقة للوصول إلى هذا الشيء، ما يكون تزعل لا هذا ولا هذا. أما يكون قطيعة رحم فهذا هو اللي منهي عنه. ممتاز أبو عبد الله. أيضا بتكلم على موضوع بر الوالدين، شنو هي الأشكال أو الأنواع لبر الوالدين؟ أنا أعلم بأن صلة الرحم تعتبر واحدة من بر الوالدين، أيضا مساعدة الوالدين، شنو بعد في أشكال أخرى؟ هذا يردنا للمسألة الأساسية، ماذا نعني بالبر؟ البر لا نقول فقط طاعتهما، لا، البر أن نقرب ما يحبون ونبعد عن ما يكرهون. بر كلمة تشمل أفعال وأقوال، تبدأ أيضا إذا أردت الأجر، يعني أحيانا أن تجبر نفسك على أمور تفعلها لوالدينك وأنت مبغض، إذا كانت الأمر بغضك هذا في لوجه الله تعالى، أبوك مبتلى في التدخين فيقول عطني الطفاية، تقريبك له أنك مكره أنت في داخل، أنت تؤجر على طاعتك لوالدك وتؤجر على بغضك لهذا الأمر وهذا الفعل، بينما البعض يأمره والده بأمر في خير ويبغض هذا الأمر لكره الأمر الفلاني وكذا، هذا ما يؤجر، يعني ربما يأخذ مكانه عند الوالد وكذا، ولكن ما يؤجر من قبل الله. فالأجر والثواب يبدأ من وين؟ برك وين يبدأ؟ في القلب، أن تأتي كل ما يحبه والديك، وأن يعني تبعد عن كل ما يغضبهما سواء أمامهما أو خلفهما، أنت مقياس تربية والديك. صحيح. أيضا هذا فيه مقياس خاص في التربية، التربية أو البر، مقياس خاص بالبر، أخلاقك للناس، إما أن يقولون من ورائه والدين يدعون له وحرصوا عليه فجزاهم الله خير، وإما أن يقول لا بارك الله في أمه وأبوه ما علموه الأمر هذا. فحسن خلقك أيها الإنسان في حياة والدينك أو حتى في مماتهما، وهذه مسألة مهمة، البر ما ينتهي في حياة الوالدين، وإذا ماتوا انقطع البر مستمر إلى بعد الممات، وأيضا هذا جانب أساسي، جانب حسن خلقك وحسن تربيتك هو بر منك تبر والديك. ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي هو ميدان ومدرسة شاملة في جميع الأبواب، لا نهمل مجال بر الوالدين حينما ندخل عليهم السرور في هدية مثل ما تفضل أبو أحمد. صحيح. أو نذهب يا يبا اليوم نروح ناخذ الوالدة ونصلي عند الشيخ القارئ الفلاني في منطقة قريبة وكذا وكذا، هذا بعد من البر، أنت تدخل السرور عليهما. نعم. في شتى المجالات. ممتاز. شتى البقاع. أيضا على نفس الكلام أنت ذكرته، في مثل دائما دارج يقول ادعو، عفوا اجعل لمن يراك يدعو لمن رباك. أبو أحمد لو نبي نتكلم على هذا الأمر، ولكن الآن محورنا يتكلم عن بر الوالدين بعد الوفاة. حقيقة يعني بر الوالدين شيء كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يريد منا أن نتعلم كيف نبر أبائنا وأمهاتنا سواء كانوا حيين أو ميتين. يعني أقل شيء أنت تفعله لوالديك إن كانوا أحياء أو أمواتا، تلتزم بقول الله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أو ولد صالح يدعو له داخل. أو ولد صالح يدعو له. أبو أحمد لو نبي مثال على الكلام اللي أنت ذكرته. الله يبارك فيك. يعني حقيقة واحد يقول لي لو أني أبا أروح أعتمر وأجعل ثواب العمر حق أبوي أو حق أمي رحمة الله عليهم، لو أني أبي أتصدق وأجعل الصدقة ثوابا لأبي أو لأمي، فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأعمال التي تجري للعبد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال من بينها أو ولد صالح يدعو له. الناس تفهم أن يدعو له فقط بالدعاء هكذا، لا، أنت كل أعمالك الصالحة تصب في موازينهم. لماذا؟ لأنهم هم السبب في وجودك بعد الله تبارك وتعالى، فربوك هذه التربية، وأنت كنت نعمة الابن أو نعمة البنت. نعم. فبالتالي الأعمال الصالحة
التي تعملونها هي تصب في موازين حسناتهم، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات ها ألحقنا بهم ذريتهم بإيمانه وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يلحقك بأهلك بآبائك بأمك وأبيك وذريتك وزوجتك وأبنائك الصالحين، يجمعكم الله كلكم في الجنة ويرفع درجاتكم كأعلى درجة من الأعمال الصالحة التي عملوها. كل هذا ممتاز، لأن الرحم لا تنتهي ترى في الدنيا، لا متصلة معك إلى الآخرة. شوف يعني هي تقصد أن جيل ورا جيل ورا جيل، جيل ورا جيل. ويعني الرجل كما جاء في الأحاديث أنه ترفع له درجات في الجنة ودرجات في الجنة، فيقول يا رب أنا لي بهذه الدرجات، يعني من وين وصلتها؟ أنا ما عندي أعمال صالحة توصلني إلى هذه الدرجات. فيقول الله عز وجل بدعاء ولدك لك. لا زين، بس في نقطة على موضوع الجد السابع أو إذا كان صالح. وكان أبوهما صالح. أي وكان أبوهما صالحا. نعم. هذه المعلومة ليت نوضحها أبو علي. صحيح، أثر صلاح الابن الجد والأباء ينعكس على الأبناء. نعم. فهذا من بركة الأعمال الصالحة أنها تنعكس حتى على الأبناء، كما قال الله حتى عز وجل. في البر والعقوق هي شجرة. أيوة. فلان خطب من فلان، لا تزوجونه، ترى جده وابوه وابو ابوه كلهم مشهورين بالقطيعه. فيقول لك يعني ان هذا عرق متوارث، نسال العافيه والسلامه. كذلك والله هذا وابوه وابوه وجده يحكون عنهم يعني من البر كل جيل اعظم من الجيل الذي بعده. والله شوف يعني انا كنت اقرا في سوره البقره دعاء سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما دعا الله تبارك وتعالى وقال بعد أن بنى البيت هو وإسماعيل، قالوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف الله عز وجل استجاب لدعوة إبراهيم، فكانت البركة أن نزلت في إسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية ورسول البشرية عليه الصلاة والسلام. شوف الدعاء كيف أثر، يوصل وين؟ استجاب الدعوة. أبو علي ودي أتكلم أيضا عن أنواع البر بعد وفاة الوالدين، أبي أنواع أخرى مثل. والله أول شيء وأهم شيء أن العبرة مو بكثرة الأعمال. نعم. بدليل أن الرهبانيين هذول التعبدون ما هو من الدين ولا هو شيء صحيح. حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وطلع، فكانت يعني تذكر الله حتى شروق الشمس، قال ما أني قلت بعدك أربع كلمات كانت نفس عملت هنا اي اكثر شيء. نعم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالعبره مو بالكثره الاعمال، العبره بنوع الاعمال. حتى في ديننا يعني تقول واحد انا بقعد اليوم بختم القران يوم كامل، او اني اقعد مع ابوي ولا امي نص ساعه اسولف وياهم ولا ساعه، قل لا، الابر والافضل عند والدينك. نعم. القرآن في أوقات له ثانية، فالعبرة مو في كثرة العمل، في نوعية العمل نفسه. أوفتس. أنا مرة التقيت مع شياب. نعم. اثنين، واحد أبو الثاني، واحد عمره 90 واحد عمره 70 ما شاء الله. إيه والله. فاللي صحيح مثل ما قالوا أن الأب ينظر لولده أنه صغير مهما. نعم. كبر. فهذا اللي أبو 90 ينظر لولده اللي عمره 70 على أنه توه صغير. فمرينا على مكتبة اسمها مكتبة المجرة، فعاد يقول حق ولده يا أحمد تدري شنو معنات المجرة؟ معنات المجرة يعني مجموعة نجوم. هذاك يقول إيه أنا صراحة ما أدري، أستغرب من أيه فيهم. إيه؟ أستغرب من اللي عمره 90 يعامل ولده عمره 70 عمره كان طفل، ولا أستغرب من اللي عمره 70 شلون ما يعني ما دقر أبوه؟ قال إيه صح إيه، ويسمع له باهتمام. أنا مرة سألت الشيخ حسن مناع عمره 90 سنة، قلت له شنو يبقى من متعة الإنسان إذا وصل 90 سنة؟ لا يقدر يأكل ولا يسافر ولا يقدر يسوي شيء. على طول جاوبني كأنه محضر الجواب. أي. قال يبقى له شيئين، نوعين من الملذات عظيمة عنده. التفاف الناس حوله. التفاف الناس حوله. لما يشوف أبناء عنده. أي. ويسولف لهم ويقص لهم. بس ها
إذا قص لك القصة لا تقول إيه أدري ولا قلتها لي قبل أو أنك تنشغل بتليفونك، لا اقعد وياهم اسمع باهتمام، حتى لو تكرر هذا الموضوع وقال لك أنت قاعد تاخذ أجر عظيم بوقت بسيط وباستمتاع، وتقدر حتى أنت تستثمر منه. مثلا أنت اللي تسأل تقول له طيب قلنا سالفة كذا إيش صار كذا، فهو سبحان الله يستانس وأنت أيضا تستمتع. الأولى قلنا أن التفاف الناس حوله، ايه والثانية فعلا للخير، فعلا للخير، فعلا للخير. لما يأتي واحد يقول له كلم لي فلان توسط لي، ايه نعم، عطني نصيحة، إخضاع حواج الناس. اي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بشكل سريع لأنه بنختم به. الرسول في حديث يمكن ما يعرف الكثيرين يقول حق الصحابة إذا جوكم الناس يطلبون يقول لكم توسطون عند الرسول توسطوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تكسرون بخاطرهم وتردونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أنتوا اشفعوا لا تكسرون بخاطر الناس، والله عاد يقدر أنا أوافق أنا أقول كذا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. يعطيكم العافية، ما قصرتوا على هذا الحضور وعلى هذه الحلقة. نبي ناخذ الآن كلمة أخيرة منكم، تفضل شيخ أبو معاذ. الله الله بصلة الأرحام في مثل هذه الأيام المباركة، الله الله بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم البر، من أعظم البر أنك تبر والدينك قبل أن يتكلموا، اعرف ماذا يريدون وامتنع عما لا يريدون. شكرا لك أبو معاذ. أبو عبد الله كلمتك الأخيرة. رسالتي لقاطع الرحم، ترى أنت الخسران، صيامك وصلاتك في التراويح وتصلي وراء الناس وتقول الأئمة وتقرأ القرآن ما يرتفع لك ولا حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ترفع الأعمال كل اثنين وخميس إلا فيغفر الله لجميع خلقه ويرفع الله جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أنت مشاحن، وإذا كنت بينك وبين ذوي رحمك قطيعة فاعلم. والأمر اللي ودي أتكلم فيه بس ما سعفنا الوقت، جميع المشاكل اللي عندك بينك وبين أرحامك ما هي مثل مشاكل الأنبياء عليهم السلام. إبراهيم من أبوه، نوح من ابنه، يوسف من إخوته لما مكنهم الله سبحانه وتعالى. يعني يوسف عليه السلام مثال للعفو جميل، لماذا لا تعفو من هم حواليك في من ذوي أرحامك ومن أقاربك؟ اعلم أن الله أرسلهم لك ليختبرك، شلون العفو عندك، شلون الصبر عندك، تصبر على الأذى ولا لا؟ هم مسيرين ما هم مخيرين، فاعفو حتى يعفو الله عنك، ولا تجعل بينك وبين ذوي أرحامك قطيعة ولا شحناء ولا بغضاء حتى يرفع الله لك جميع أعمالك من صيام وقيام. شكرا لك عبدالله ما قصرت. وأحمد أنا أقول والله أمرين، أول شيء لا تكسر بخاطر أبوك ولا أمك، لا تخليهم يشعرون أنهم ينكسرون منك. يمكن تكون أنت الله وفقك صرت دكتور ولا صرت مدير ولا صرت وكيل وزارة ولا صرت منصب، تظل أنت لابد أنك تبرهم وتحسن إليهم ولا تكسر بخاطرهم شيء. هذا أول شيء. الشيء الثاني أنا ودي أقوله يعني وإن كان بعضهم يضايقون، لما تزور أبوك أو أمك تلفونك هذا خله سايلنت ولا سكر تلفونك. في ناس والله يعني يقعد عشان لا يشغلك عنهم وأمه فلان إيش لونك إيه لا خلاص روح لا لا يا فلانة إيه لا قاعدتها كلها راحت على التلفون. حتى واحد يقول لي أمه تقول له يا وليدي ليش تزورني أنت، تلفونك موجود أو لا فيه روح قاعد ببيتكم، ليش يعني أنت يعني عشان ترد على التلفونات؟ فلا تكسر بخاطرهم شيء حتى لو بالتلفون يعني. وهذا شيء ملاحظ يعني، وخر عنه لما تزور أقرب الناس إليه خاصة والدي. شكرا لك أبو أحمد ما قصرت على هذا الحضور. كلمة الأخيرة عندك أبو. والله أول شيء أسأل الله عز وجل أن يوفق إلى فعل الطاعات. آمين يا رب. فهذا فعل الطاعات مو كي أي إنسان يوفق له، بر الوالدين، محافظ على الصلاة، هذه لازم تكون من نابع من داخل الإنسان ويسأل الله بصدق. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني لابد الله يوفقه. ويقول أيضا النبي من يصبر يصبره الله، ومن يتحلم يحلمه الله. فالإنسان إذا ما كانت عنده عزيمة صادقة من داخل مع دعاء ربه مع السعي للخير ومخالطة الصالحين، وإلا يخشى عليه من الحرام. شكرا لكم ما قصرت على هذا الحضور وهذه المعلومات الحلوة الرائعة، قواكم الله وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات أخرى. مشاهدينا الكرام في الختام أسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان.